بالظبط. يعني انا مش عايزهم يخصصوا مساحات، تمام، عايزهم معلومه معلومه، مش طالب كتير، بولت كده يعني، معلومة بس، حاجه صغيره يعني. استاذ عاصم خليفه رئيس اتحاد السكواش، الوقت معاك بيمر سريعا، لكن لو حضرتك عايز تضيف اي حاجه او تقول حاجه ما قلناهاش. لا والله متشكر لدعوتكم دي قوي قوي. انا اولا يعني النادي الاهلي بالنسبه لي بقول لك انا نادي لعبت فيه مده طويله وانا سعدت بيه، وانا بشوف المنظومه بتاعته حتى في السكواش زيها زي الكوره، زيها زي الهاندبول. اللي بيعجبني انهم بيبقى عندهم سيستم وعندهم طريقه، والطريقه دي بتولد ابطال، وبيساعدوني كاتحاد ان انا الاقي ان عندهم السيستم ده اللي هو نفسي ان هو يكون موجود في حتت تانيه كتير. انما انا من دايما المعجبين بانه يعني شايف مجمع رائع في سكواش في النادي الاهلي، شايف مدربين احسن مدربين في مصر، النادي الاهلي لا يبخل. لانه وخلي بالك النادي الاهلي برضو عمل حاجه كويسه قوي، هو بيعوض فتره كان ما عندوش ملاعب فيها. كان الملاعب كانت زمان اربع ملاعب او ثلاث ملاعب، تعدوا حصل مشكله مع المحافظه ومش عارف ايه كده، لونج ستوري يعني. لكن بعد كده نجح انه يعمل المجمع ده. المجمع ده اكيد هيطلع ابطال لا حصر له ان شاء الله. ان شاء الله. فبتمنى ان دايما النادي الاهلي يبقى عنده ابطال سكواش كما عودنا من قبل يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عاصم خليفه شرفتني ونورتني. متشكره جدا. شكرا جدا لدعوتكم الكريمه. شكرا لحضرتك.